تداولت مواقع التواصل مقطعا مصورا لطرد النائب السابق مشعان الجبوري من الدار التي يسكن فيها وهي بمنطقة الدورة. طبعا طرد من قبل قوة مشتركة من عمليات بغداد ووزارة الداخلية وبإشراف لجنة من دائرة عقارات الدولة بسبب ما سموه تجاوزه على عقار حكومي منذ 15 عاما، الأمر الذي دفعه إلى استخدام الكلمات البذيئة وتهديد اللجنة ومنتسبي القوة. مشعان الجبوري من جانبه نشر وثائق وقال إن عصابة متعاونة مع من وصفهم بالفاسدين في دائرة عقارات الدولة وبلدية الدورة تحاول منذ أشهر الاستيلاء على أرض متعاقد عليها مع وزارة الزراعة. تعالوا نتابع المزيد في المقطع الآتي. خلاص اشوفك هسه راح اشوفك، بس انت كتب قديمه وطلعت مزوره وراح اشوفك انه الكتب بس تسمع ويمثل كلمات بس يقول بس تسمح لي هسه انا تاكل لك هسه بس خليني هسه راح اسوي فد شيء قدامك بس تسمح لي لا يهمني ضربه رحنا عليكم الصبح ملقنا اذا وصل لهنا انا اشحط بالباب تقول لي ورحمه ابويا اموت دفاعا عن ارضي اشحطه ولا عن ابوه لا ابو سوا مدير لا ابو حطه بالدوره زين هنا مالك شغل حبيبي لا مالك شغل.